السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، ويدرس عدة مشاريع قوانين بينها ترقية الاستثمار. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الشروع في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المناصرين إلى الكاميرون بأسعار مدعمة ابتداء من اليوم لمساندة الفريق الوطني. تقنيات حديثة لتحقيق الجودة والنوعية في إنتاج الحمضيات والزيتون بالعاصمة والعينة من مستثمرة فلاحية بأعالي زيرالدا. وفي أخبارنا الدولية، القوات الروسية تتقدم في عدة محاور باتجاه العاصمة كييف، وواشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا وسط تحذير موسكو بأن المساعدات ستكون هدفا محتملا لقواتها. بداية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد والأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والجزائية، الصيد البحري وتربية المائيات. بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الذين سيتنقلون إلى الكاميرون لمساندة الفريق الوطني، أمر السيد الرئيس الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن بالشروع ابتداء من اليوم في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المناصرين بأسعار مدعمة مع توفير كل الإمكانات لإنجاح هذه العملية. هذا وأكد الرئيس والمدير العام لشركة سياحة وأسفار الجزائر السيد طاهر السحري لدى نزوله ضيفا على نشرة الواحدة، أكد أن العملية تسير بوتيرة حسنة. أمور يعني تسير كما ينبغي. الرحلات، عدد الرحلات هم 12 رحلة، 10 رحلات مع الخطوط الجوية الجزائرية ورحلتين مع تاسيل ايرلاينز. هو تخفيض حوالي 50% من 140 ألف دينار صار 85 ألف دينار، ويشمل هذا العرض التأشيرة الدخول إلى الكاميرون، تذكرة الطائرة الجزائر دولة الجزائر، وجبة الطعام بدولة، النقل المطار، نقل من المطار إلى الملعب ومن الملعب إلى المطار، التأمين على السفر الفردي بما فيه تأمين كوفيد-19، الاستقبال والتوجيه بمطارات الذهاب والإياب، والتأطير الأنصار من طرف مرافقي السياحة والسفر والمتعامل تاعنا يعني في الوسم. ولكن حبيت ألح على شيء يعني مهم جدا، هي لو فاكسان تاع كونتر لا فيفر جون. هذا وقد شرع في عملية بيع التذاكر منذ الساعات الأولى لنهار اليوم عبر فروع شركة السياحة وأسفار الجزائر الموجودة عبر مختلف مناطق الوطن. للتذكير، فإن أسعار تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المناصرين إلى الكاميرون لمناصرة الفريق الوطني لكرة القدم قد تم تدعيمها لتكون في متناول الراغبين في التنقل إلى الكاميرون.
في موضوع آخر افتتحت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائر أشغال الاجتماعي 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية. الأشغال التي أشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تتناول المسائل التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، منها على وجه الخصوص تحديد موعد ومكان الدورة 17 للمؤتمر الإسلامي. إن الجزائر الجديدة بقيادة السيد رئيس عبد المجيد تبون قد أكملت بناء مؤسساتها الديمقراطية استجابة لمطالب الشعب في حراكه المبارك، وتسعى لتحقيق النهضة في كافة المجالات وانطلاقا من الأخلاق السمحاء لشعبنا، فإننا لن ندخر جهدا في مناصرة القضايا العادلة والتضامن في كل ما يعود بالخير والاستقرار ورفاهية للشعوب المسلمة. يجري اجتماعنا هذا في ظروف دولية بالغ التعقيد، وأمام الأحداث العالمية الخطيرة الجارية، فإنه لا يسع الأمان العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلا أن تتمنى أن تعزز الدول الإسلامية تراحمها وتواددها حفاظا على وحدة كيانها وتضامنها، راجية من الله العلي القدير أن يحفظ الأمة وأن يشمل بواسع رحمته هذا العالم الذي نعيش فيه. شكل موضوع البعد التحرري والدولي في نشاط الفضيلة الورثلاني محور الطبعة الخامسة للملتقى الوطني للشيخ الذي تحتضنه ولاية سطيف في ذكرى 63 لوفاتها. المتابعة للسعيد بلونيس. يستمد أهل بني ورثلان بولاية سطيف السمو والإرادة من علو وصلابة جبالها. مدينة العلم والجهاد تحتفي بأحد رجالاتها في ذكرى وفاته لتحيا بإقامة ملتقاه الموسوم بالبعد التحرري والدولي في نشاطه، إنه الفضيلة الورتلاني. هذا مثال الصحراويين يتبنوه ويفتخروا به ويعتزوا بوجود علاقة عميقة بين الشعبين الجزائري والصحراوي، وإن شاء الله تنتصر الثورة وتنتصر الحرية بفضل هؤلاء القادة وبالإرث الذي تركوه اللي هو إرث للبشرية وكل أحرار في العالم. والآن نحن بصدد الطبعة الخامسة الموسومة بالبعد التحرري والدولي في نشاط الشيخ الفضيل الورثلاني، حيث أنه نعرف أن الشيخ الفضيل الورثلاني إنسان وطني و كان يحمل معه القضية الجزائرية أينما حل وارتحل. الجلسة العلمية المخصصة لأحد قامات الفكر وهامات الشموخ زاوجت بين شهادات الذاكرة المثقلة بذكريات الزمان والمكان وإسهامات الجامعيين المفعمة بالصرامة العلمية والتاريخية لفكره المتقد. الفضيل الورثلاني تتجاذبه ثلاث نساء: الإسلامي فهو إسلامي مبدئيا في البداية، ثم إذا توسع فهو عربي، ثم إذا توسع فهو جزائري. إذن يهمه التحرر، يهمه هذا اسمه التحرير الإسلامي حيث هو. لابد أن تنتبه المؤسسات التربوية والمؤسسات الجامعية وكذلك المؤسسات الإعلامية إلى الاستثمار في هذه المسيرة الرائدة وتحويلها إلى استراتيجيات نجاح لهذا الجيل الجديد. مآثر الرجل كثيرة من أن تذكر، معروفة من أن تنكر. أممية الرجل جعلته يشع حيثما حل، يمضي الرجال ويبقى الأثر. في النشاط الفلاحي يعرف إنتاج الحمضيات والزيتون بالعاصمة تطورا ملحوظا، مما استلزم توفير كل الإمكانات لتحسين مردودية المستثمرات الفلاحية. والعينة هي مستثمرة فلاحية من أعالي زيرالدا، مع الزميلة وهبة هوام زيدات. هنا بأعالي زيرالدا
هذه المستثمرة الفلاحية الشاسعة لزراعة الزيتون والحمضيات باختلاف أصنافها وأنواعها، تستخدم فيها أحدث التقنيات لضمان الجودة والنوعية. في الهكتار نقدر نحتاج 14,000 كيلو زيتون، علما أن يكون مغروس فيها حتى 2,000 شجرة في الهكتار. الهكتار يمدلنا حتى 2,000 لتر زيت، وهذه من الخصائص اللي خلاتنا حتى نروحوا نستعملوا هاد لي فاريتي، هاد لي فاريتي تلك الأربيكينا، عندنا الأربيكينا وعندنا الأربوزانا، عندنا لا بيشولين، سا سي بون اون بون برودكسيون دوليف اي دويل دوليف. ولأن هذا القطاع الحيوي على رأس اهتمامات الدولة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي والأمن الغذائي والتوجه نحو التصدير، فكان لابد من توفير كل الامتيازات لتشجيع المستثمرات الفلاحية لتنويع منتجاتها. المستثمرة بصفة عامة عندنا 70 هكتار، عندنا بالنسبة للعنب 35 هكتار، الباقي كلها حوامض. درنا مزرعة للإنتاج، بصح ما كناش نخمو غير في الإنتاج الوطني. لو كنا نخمو في الإنتاج الوطني كنا نديرو صنف واحد في العنب اللي يطالبوا به في الأسواق الداخلية. الكروم عندنا الكروم الأرضية، الإنتاج تاعها حوالي يكون 100 قنطار في الهكتار. وفيما يخص الحمضيات عندنا مثلا المبكرة تروح بحوالي 6,000 قنطار في الهكتار، والموسمية كذلك. وإحنا ماذا بينا نوصلوا حتى نبه نصدروا. شعبة الحمضيات والزيتون تشهد تطورا ملحوظا في بلادنا، خاصة وأن الصناعة التحويلية يراهن عليها لتنويع صادرات هذا القطاع الحيوي. في الانشغال التنموي استفاد عدد من القرى والمداشر النائية بولاية برج بوعريج من الربط بالغاز الطبيعية. أشغال الربط شهدت صعوبات جمة في الإنجاز بسبب التضاريس الوعرة والتركيبة الصخرية للمنطقة. الروبورتاج لنور الدين بن عبسة. من كان يتصور أن غاز المدينة سيقتحم البيوت المتناثرة هنا وهناك بسلسلة جبال مزيطة، قمم طقسها بارد والغاز منح لمنازلها الدفء وساعد النسوة على الطهي دون عناء. كنا نتغطاو بربع صبر والبرد وهذا صورتك، هذا خويا يتعذب ويجيب قرعة الغاز على كتفه يطيش لنا المول الكاميون هاي القرع، يروح هذا يهزم على ربع قرع يهزم على كتفه ويجيبهم منا. تمزرنا واللبسه ما عندناش، نقولوا هكذا في نقولوا كذا دوك هكذا انا هكذا اللي لابسه روبا برك، كنا نلبسوا 3-4. في فصل الشتاء هذا قرعه الغاز توصل حتى 100,000، واليوم الحمد لله ان راهي مغطيه بالك 99 حتى 100% الغاز على المستوى المنطقه هذه. بوندا الكبيره بجعفره حالها حال 17 قريه باعالي الجبال، وبالرغم من صعوبه التضاريس الا ان بيوتها ربطت بالغاز الطبيعي دون استثناء. انت ودي صغار، انت ودي غس، انت عبيت انت في علينا على بالك، وبعيد يبعد الحال غير الملكه باش هاد الناس غير ضايع. ومن بعد تست الى قات توي طمن تعمر طمن ومكان تعطي من سير تشعل فرنو يغس العتاب دخان ترى الحمد لله. منطقه ما كاش ما تقدرش تدخل ماتريال باش يخدم بها الغاز الطبيعي، الشباب جندين باش يوصلوا الغاز الطبيعي لقريه بوندا الكبيره. وين وصلت لينا يعني التوصيله الربط الواحد بالنسبه للمناطق الجبليه الى 180 مليون سنتيم، شبكه نقل الغاز وصلت الى 100%. لم تتبقى سوى البرامج الاستدراكيه للتوسعات السكنيه الجديده الموصوله اصلا بشبكه النقل الرئيسيه في انتظار الربط على طول الإنجاز. والآن مشاهدينا إلى موعد الأخبار الدولية، تصحبكم فيها الزميلة جويدة بادر. جويدة أهلا بك، مرحبا. شكرا لك صهيب، أهلا بكم مشاهدينا إلى الموعد الدولي، نلتقي بعد هذا الفاصل. أهلا
بكم من جديد. بداية وفي الشأن الصحراوي، أعربت رابطة الحقوقيين الأمريكيين عن مخاوفها إزاء التهم الجنائية والإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال المغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية. من جانب آخر، دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي المجتمع الدولي إلى فرض حظر تصدير وبيع برمجيات تقنية المراقبة لنظام المخزن بسبب قمعه المتزايد للحريات بالصحراء الغربية على خلفية استعمال نظام المخزن لبرنامج التجسس الصهيوني بيجاسوس بغرض التجسس على رئيستها المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أمينة حيدر. ميدانيا، شن جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مكثفة على قواعد قوات الاحتلال المغربي المتخندقة بمنطقتي روس الشيظمية وأودي أم أركبة بقطاع المحبس، مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات حسب البيان العسكري لوزارة الدفاع الصحراوية. بالمغرب، وفي تصعيد للاحتجاجات ورفضا للانتهاكات المتواصلة بحق كرامة أساتذة التعليم، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم الدخول في أسبوع غضب واحتجاج ابتداء من الغد وإلى غاية 19 مارس الجاري، منددة بالتماطل في حل المشاكل والقمع غير المبرر المسلط على الاحتجاجات التي ينظمها مهنيو القطاع منذ مدة دون إيجاد حل أو حلول لمطالبهم المشروعة وللمطالبة بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم. من جهة أخرى، أصدر خبراء بالمغرب تحذيرات من التهديد المستمر على السلم الاجتماعي بالبلاد بعد إعلان الكيان الصهيوني عن مشاريع لزراعة مئات الهكتارات من الأراضي بالمملكة بفاكهة الأفوكادو التي تستنزف بشكل كبير المياه الجوفية، فيما تعود الفائدة الاقتصادية والمالية لهذا الاستثمار حسب الخبراء إلى الكيان الصهيوني. ويأتي هذا التطور في التطبيع بين نظام المخزن والكيان الصهيوني بعد وقت قصير من الكشف عن إحدى الثمار السامة لهذا التقارب، حيث أعلن مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط عن استحواذ إحدى الشركات الإسرائيلية على نحو 30% من أسهم الشركة المغربية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما أثار استياء شديدا لدى مناهضي التطبيع. إلى ذلك، صنفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي الخاص بعام 2021 المغرب كأول منتج للقنب في العالم والمصدر الأول له للاتحاد الأوروبي، تصنيف يأتي بعد أن صادقت حكومة المخزن شهر مارس من العام الماضي على مشروع قانون يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المغرب وسط جدل كبير وتحذيرات من عواقب هذه الخطوة. في فلسطين، أدانت السلطة الفلسطينية إعلان الاحتلال الإسرائيلي إقامة 730 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس، معتبرة استمرار الاحتلال بتصعيد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وجه آخر لتصعيد الصراع في الأراضي المحتلة. فيما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 6 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية وجنوب قطاع غزة. في تطورات الوضع بأوكرانيا، تدخل العملية العسكرية الدفاعية الروسية يومها 18 بالتزامن مع موجة مكثفة من الغارات الجوية وتقدم للقوات الروسية في عدة محاور باتجاه العاصمة كييف، حيث يشتد الطوق على المدن الواقعة جنوب وشرق البلاد، خاصة مدن مايكولايف وأوديسا وكذا ماريوبول ومينائها الاستراتيجي. يحدث هذا فيما حذرت الخارجية الروسية من أن الطائرات الغربية المحملة بمساعدات عسكرية لأوكرانيا قد تشكل أهدافا محتملة، مضيفة أن العلاقات بين روسيا والناتو قد وصلت إلى نقطة الصفر وأن موسكو مستعدة لمواجهة قوية ضد أوروبا في مجال الطاقة إذا لزم الأمر.
تتواصل لليوم 18 على التوالي العمليات العسكرية الدفاعية لروسيا في أوكرانيا، لتعلن وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قواتها لمركز قيادة تابع للقوة الأوكرانية. هذا فيما تمكن الدفاع الجوي لمنطقة دونيتسك من التصدي لصاروخ أوكراني، فيما انفجر آخر بالقرب من مدرسة دون تسجيل ضحايا. هذا وأكدت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة الاتصالات أن هناك أكثر من 80 إجراء تقييدي غربيا تتعرض له وسائل الإعلام الروسية والسياسيين والشخصيات العامة والمنظمات في روسيا. الحظر طال كذلك موقع يوتيوب بالنسبة للقنوات الروسية الممولة من طرف الحكومة. تطورات تعتزم في خضمها الأمم المتحدة عقد سلسلة اجتماعات اعتبارا من الغد لبحث النزاع الروسي الأوكراني. يحدث هذا في وقت دعت فيه مسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة، دعت روسيا وأوكرانيا إلى إنهاء النزاع، مؤكدة على أن منطق الحوار والدبلوماسية يجب أن يتغلب على منطق الصراع، كما شددت على ضرورة تعزيز نتائج جولات المحادثات الثلاث التي عقدت حتى الآن بين موسكو وكييف لضمان إعطاء الأولوية للترتيبات الإنسانية ووقف إطلاق النار بشكل نهائي. وبخصوص عملية الإجلاء، أكدت قيادة الدفاع الإقليمي لدونيتسك عن إجلاء 96 شخصا من ماريوبول وضواحيها خلال 24 ساعة الماضية عبر ممرات إنسانية آمنة. التقرير المفصل للوضع في أوكرانيا كان للزميلة إيمان بالمولود. في الصين، أعادت السلطات غلق المدارس في شانغهاي من جديد، كما فرضت حجرا في عدد من المدن الشمالية الشرقية للبلاد لأجل احتواء بؤر تفشي الفيروس، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تسجيل 1938 حالة إصابة جديدة. وحسب مسؤول في الصحة، فإن تفشي الإصابات أظهر أن انتشار المتحور أوميكرون خفي ويصعب اكتشافه في مراحله المبكرة. بهذا نصل إلى ختام النشرة الدولية لنهار اليوم. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. عودة إليك صهيب. شكرا جويدة. إلى أخبار في أخبار الوطن وفي أخبار الرياضة، وفي منافسة كأس الكاف يستقبل فريق شبيبة الصورة أمسية اليوم نادي الاتحاد الليبي في دربي مغاربي واعد برسم الجولة الرابعة من المنافسة القارية بملعب 5 جويلية بالعاصمة. المباراة تشاهدونها مباشرة على القناة الأولى في تمام 8 مساء. ونرحل بكم إلى ولاية تلمسان لنتعرف على حرفة صناعة الفخار العريقة التي تفننت فيها حرفيات قرية بيدر، فبأدوات بسيطة تقوم فوزية ومثيلاتها بصنع تحف وأوان فخارية مزينة برسومات وأشكال بديعة تعبر عن أصالة المنطقة وتراثها المادي العريق. نوال بن طوبة. من خيرات هذه الطبيعة الخلابة بقرية بيدر بلدية مسيردة الفواقة ولاية تلمسان، تفنن فوزية وغيرها من حرفية القرية في تحويل مادة الطين وبأدوات بسيطة جدا إلى تحف وأواني فخارية متنوعة الأشكال والأحجام. هذه الحرفة كانت مقصورة على بعض الأشياء، الأشكال اللي ورثناهم عند جدودنا، كي دخلنا التكوين طورنا فيها وعطيناها واحد الوجهة جديدة، واحد الأشكال جداد. المادة الأولية اللي نخدموا بها موجودة هنا في المنطقة بكثرة، مشهورة منطقة بيدر، مشهورة بالصلصال. طريقة تشكيل طريقة يدوية بوسائل بسيطة، حجرة، لوحة، جلدة، هذو هما اللي نشكلوا بهم الآنية الفخارية تاعنا. هاد الحرفات علمتها من الصغر ديالي اللي كنت صغيرة وأنا نخدمها مع الأم ديالي، الجدة، العمة. المواد اللي نستعملوها الطين، عندنا الطين نخلطوها مع الرمل، من بعد نديروا فيها الماء نعجنوها ونبداو نشكلوا فيها. داخل هذه الورشة المتواضعة تقضي فوزية وأخريات معظم أوقاتهن لتشكيل، تجفيف وتلوين هذه القطع الفنية الجميلة بدقة متناهية.
الحمد لله الحرفة راها مطلوبة بزاف. كذلك كانت عندنا دورة تكوينية في بلد الصين، من هذا الدورة التكوينية اللي درناها تمنينا لو كان نبقاو هنا، احنا نكونوا هنا في المنطقة تاعنا عبر الولاية ديالنا باش هاد الحرفة ما تموتش. إذن الأمنية انه يكون عندنا ماتريال باش نخدموها نطوروها نسوقوها وما تنضطرش. التأسيس لمهرجان وطني ودولي لفخار بيدر هو طموح هؤلاء الحرفيات للترويج والحفاظ على حرفة الأجداد. ونختم النشرة بالمشهد الفني وعودة عشاق الركح إلى أحضان المسرح الوطني محيدين بشترزية الذي شهد عرضا مسرحيا جديدا بعنوان الطوفان لمخرجه عبد الغني شنتوف، تجاوب معه الجمهور الحاضر بعد غياب بسبب الجائحة. العرض مع الزميلة مريم بن عبد الرحمن. العمل بوصية الوالد، الحفاظ على الأخوة والاهتمام بالتراث العريق هي أهم الرسائل المستخلصة من مسرحية الطوفان. إن شاء الله وإن شاء الله تعودوها مرة جاية، وشكروا كامل الممثلين اللي كانوا لهنا، شكروا لي زارتيست هادوما باسكو داروا شغل أناكسي ليبغ في المسرحية كما هادي باش يفرحوا الناس يضحكوا الناس يلحقوا أميساج للناس. جوزنا أجواء هايلة 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 وتمنينا وتوحشنا هذه الأجواء. ثلاثة إخوة ورثوا منزلا من أبيهم قيمته المعنوية مقدرة بوصية مفادها أن لا يباع المنزل، الوصية التي لم يلتزم بها الأبناء فكان الطوفان عقابا لهم. لازم نحافظوا على الوصية هذيك ولازم نمشوا عليها ونطبقوها كما راها، ما نحوسوش نغيروا الوصية ولا نغيروا المسار تاعها، نطبقوها كما خلوها لنا هما نطبقوها، وبالك نزيدوا حنايا نقدموا الإضافة ولا لقينا نقدموا الإضافة ولا ما قدرناش نخلوها كما راهي على الأقل. مسرحية الطوفان هي من إنتاج جمعية شعلة المسرح والسينما بومرداس، لنحث ويعني من خلال هذا العرض أننا نحافظ على تراثنا وعلى تقاليدنا. هذا العرض جاء بعد مدة من الركود الثقافي الذي خلفته الجائحة، عرض يفتح الباب للنهوض مجددا بأبي الفنون خاصة والنشاط الثقافي بصفة عامة. وبأبي الفنون نختم هذه النشرة، لكن قبل أن نفترق هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، ويدرس عدة مشاريع قوانين بينها ترقية الاستثمار. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الشروع في عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المناصرين إلى الكاميرون بأسعار مدعمة ابتداء من اليوم لمساندة الفريق الوطني. وكما تابعتم في النشرة، تقنيات حديثة لتحقيق الجودة والنوعية في إنتاج الحمضيات والزيتون بالعاصمة والعينة من مستثمرة فلاحية بأعالي زيرالدا. وفي أخبارنا الدولية، القوات الروسية تتقدم في عدة محاور باتجاه العاصمة كييف، وواشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا وسط تحذير موسكو بأن المساعدات ستكون هدفا محتملا لقواتها. مشاهدينا نشكر لكم طيبا متابعة، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.